شهدت جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إحالة البيان المالي بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة 2024-2025 إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. جلسة جديدة واصل خلالها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة الملفات المدرجة على جدول أعماله. بدأت الجلسة بإحالة عدد من التقارير إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من المواطنين في عدد من القضايا التي تمس المواطن إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأن ما ورد بها من توصيات. أنا مبدئيا بوافق على المنحة، وخاصة بصراحة دايما الحكومة بتبذل مجهود ان هي تجيب لنا منح بالشكل دوت، وخاصة المنحة دي بالاخص ان هي تخص المواطن وبتلمس المواطن. انا بوافق على هذه المنحة وبشكر الحكومة وبشكر البنك الدولي على تقديمه مثل هذه المنح. ثم استكمل المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه وتأجيل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة قادمة. بعيد النظر في كلمة المسؤوليات المتعلقة بها، حذف هذه الجملة، السبب بكل وضوح أن المسؤوليات هي تأمين مستقل بذاته وليس متعلق بالحوادث المتنوعة. عندي مسؤوليات مهنية زي مسؤوليات الأطباء والمحاماة والمحاسبين، أي مهنة لها مسؤولية مهنية، وهنا أنا بتكلم في الشق ليس الإلزامي، ده مذكور في التأمينات الإجبارية، لكن ده أنواع التأمين بصفة عامة منها الاختياري أو التجاري. بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025 وبيان وزارة التخطيط بشأن خطة التنمية. وقد أكد وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة ركزت على زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور والمعاشات، فضلا عن زيادة المخصصات لقطاعات الصحة والتعليم وخفض الديون. فيما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن جهود تحقيق التنمية المستدامة تستهدف خفض معدلات البطالة وتوفير مظلة اجتماعية شاملة لكافة أفراد المجتمع وخاصة الفئات منخفضة الدخل. وفي ختام الجلسة قرر المجلس إحالة بيان الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025 إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وإحالة بيان وزارة التخطيط إلى مجلس الشيوخ.